أهلا بكم، باسم كل قيمة إنسانية برحب بكم في قناتكم سيمترون. واستكمالا لحلقات موجز تاريخ الفيزياء، النهاردة معانا قصة جديدة عن واحد من رواد الفيزياء في العصر الحديث، والنهاردة هنتكلم عن جاليليو جاليلي. جاليليو جاليلي هو صاحب قصة ملهمة نقدر نسميها تحدي المعتقدات الراسخة. ببساطة، في قلب النهضة الأوروبية اتولد شخص غير عادي، وغير مسار تقريبا العلوم والتفكير في الفترة بتاعة النهضة الأوروبية في الفيزياء والفلك، ويعتبر واضع حجر الأساس في المنهجية العلمية. ولد جاليليو في بيزا بإيطاليا عام 1564 من عائلة متوسطة الحال. كان والده فينزيو جاليليو موسيقي وكمان عالم رياضيات، وبطبيعة النشأة في بيت فيه موسيقى ورياضيات كان جاليليو مهتم أكتر بالمعرفة. في عام 1581 التحق جاليليو بجامعة بيزا لدراسة الطب بناء على رغبة والده، ولكن زي ما احنا عارفين جاليليو كان مهتم بالعلوم والرياضيات، فكان شغفه في مكان تاني خالص. وخلال دراسته في الجامعة أجرى جاليليو تجارب مختلفة على الحركة، حركة الأجسام، ووضع أول قانون نقدر نسميه قانون من قوانين الحركة، أو كان بداية لقوانين الحركة. فتعالوا نعرف مساهمات جاليليو العلمية قبل ما نتكلم على صراعه مع الكنيسة. واحدة من أهم مساهمات جاليليو في الحركة العلمية هي مفهومه عن السقوط الحر. وكان قبل جاليليو المعتقد الراسخ من عند أرسطو إن الأجسام بتقع بسرعات أعلى كل ما كانت أتقل، فبالتالي لو عندنا جسم كبير وجسم صغير والاثنين بيقعوا من ارتفاع عالي، الجسم الأتقل هيوصل للأرض أسرع. ولكن جاليليو وضح لنا إن الاثنين هيوصلوا للأرض بسرعة متساوية، في طبعا غياب مقاومة الهواء أو في حالة غياب مقاومة الهواء. وده واحد من أهم الأفكار اللي وضعها جاليليو في فكرة السقوط الحر. كمان قدم لنا مفهوم عن فكرة القصور الذاتي، والقصور الذاتي هو مقاومة الجسم لتغيير الحركة بتاعته، زي ما تكون راكب عربية ومرة واحدة نتك على الفرامل. جسمنا بيقاوم الحالة، تغير الحالة من حالة الحركة لحالة السكون، ودي بتكون النواة لقوانين نيوتن للحركة، واللي هنتكلم عنها في الحلقة اللي هنتكلم فيها عن نيوتن. كمان جاليليو وضع فكرة الحركة النسبية، إن الأجسام لو بتتحرك بالنسبة لبعضها ففي بينهم من بعض فكرة السرعة النسبية أو الحركة النسبية، فكل جسم في إطار وهذا الإطار نسبي بالنسبة للإطار الآخر. ودي برضو واحدة من أهم الأفكار اللي هتبتدي تظهر عند النسبية الخاصة مع أينشتاين. بالإضافة لكل ده، جاليليو حسن التلسكوب اللي كان مشهور باسم التلسكوب الهولندي، واللي كان استخدم قبل كده عشان نفهم نظرة كوبرنيكوس عن الكون. التلسكوب ده كان أساسي في الاكتشافات اللي هيقدمها جاليليو بعد كده في إثباته أن الأرض مش هي مركز الكون. كمان قدم دراسات عن فكرة البندول، البندول البسيط، حركة البندول دي، بأن هي التأرجح أو فترة التأرجح بتاعتها بتعتمد على طول البندول مش على اتساع التأرجح بتاعه، ودي كانت مهمة جدا في أن احنا نستخدم بناديل أطول علشان نقدر نحصل على دقة أعلى في الساعات اللي بتعتمد على البندول. كمان جاليليو واحدة من أهم المساهمات في العلوم والمعرفة بشكل عام إن هو بدأ يرسخ فكرة المنهج العلمي التجريبي، إن يكون عندنا تجربة هي الأساس في الحكم على التصور اللي موجود أو التصور العلمي الموجود. بعد ما تكلمنا عن أفكار جاليليو العلمية، خلونا نغوص كمان في واحدة من أهم المشاكل اللي قابلت جاليليو في حياته، وهي صراعه مع الكنيسة. وخلينا نوضح هنا ان صراع جاليليو مع الكنيسة الكاثوليكية ما كانش مجرد خلاف علمي، ولكن كانت معركة شديدة جدا بين الافكار العلمية اللي بتتطور وبتتجدد وبتقدم لنا معرفة، والافكار الدينية المبنية على فهم محدد للنص. ويبتدي الصراع مع اكتشافات جاليليو الفلكية اللي بتؤكد ان الارض مش هي مركز الكون، وكمان بتدعم النموذج الشمسي اللي بيضع الشمس في مركز المجموعة الشمسية، أو في الوقت ده نقدر نقول الكون المعروف عندهم بشكل كبير.
واللي كان مرفوض من قبل المجتمع الديني، يعني مفهوم المجتمع الديني في الوقت ده من الكتاب المقدس ان الارض هي مركز الكون. وفي عام 1615 تم استدعاء جاليليو الى روما للتحقيق معاه بتهمه الهرطقه. ويعني جاليليو دافع عن افكاره وحاول يوضح ان افكار الكتاب المقدس مش المفروض ان هي تتاخد بشكل حرفي، ولكن اصدرت الكنيسه في عام 1616 مرسوما بحظر تدريس او الدفاع عن نظريه كوبرنيكوس في مركزيه الشمس. مع كل ده جاليليو ما وقفش بحثه، بالعكس استمر، وفي عام 1632 نشر كتابه المشهور واللي كان مسمى حوار حول النظامين الرئيسيين للكون. وفي الكتاب ده جاليليو حاول يعني يقدم نظرة مختلفة بأن عنده ثلاث أفراد، واحد منهم بيتبنى النظرة الكوبرنيقية أن الشمس هي مركز الكون، وآخر محايد، والثالث بيتبنى النظرة اللي بتتبناها الكنيسة في الوقت ده أن الأرض هي مركز الكون. والكتاب اتنشر، وكان واضح من الكتاب أن جاليليو عنده الأرجومنت الأقوى أو السند الأقوى في صالح مركزية الشمس ضد مركزية الأرض. الكتاب ده أثار غضب الكنيسة، واللي استدعته تاني عام 1633 للتحقيق معاه واتهامه بالهرطقة في محكمة التفتيش. وفي المحكمة دي انتهت بوضع جاليليو تحت الإقامة الجبرية بقية حياته تحت مراقبة الكنيسة. وبرغم أن هي تبدو أن هي نهاية مأساوية لقصة جاليليو، إلا أن جاليليو النهاردة هو واحد من أشهر علماء التاريخ الإنساني اللي قدم للعلم كتير جدا على مستوى المنهجية العلمية، علم الفلك، وكمان الحركة ومفهومنا إزاي الأجسام بتتحرك. وكمان في عام 1992 اعترفت الكنيسة رسميا بأنها أخطأت في إدانة جاليليو. ويعتبر مثال صراع جاليليو مع الكنيسة هو واحد من الأمثلة الصارخة عن أهمية العلم وأهمية البحث عن المعرفة دون قيود. شكرا لكم على متابعتكم، وشكرا لاستماع الحلقة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. سلام.